أن طالب اليوم يتخرج من المرحلة التأسيسية ثم المرحلة التي تليها ويرقى إلى مستوى الدراسة الجامعية وهو يتعثر عندما يحاول أن ينطق باللغة العربية النطق السديد، يتعثر بنطق بكلماتها ويتعثر باللحن، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر المنصوب وهكذا. نعم، وهو متخرج من الثانوي ربما من القسم الأدبي وأصبح نعم يدرس في المستوى الجامعي. طيب لماذا هذا الفرق؟ سبب هذا الذي قلته لكم خطط نفذت بدون علم منا، رسمت في سواد ليل مظلم ونفذت في الأنفاق دون إدراك منا. نعم، يعني الآن نحن أرجع إلى الكتب القراءة اليوم وإلى مستواها وأتذكر مستوى كتب القراءة في عهدنا، لا أجد شبها إطلاقا بين هذا العهد وذاك بشكل من الأشكال نهائيا. نعم، أبيات كان يلقنها الصغار ويحفظونها خلال أسبوع، نعم تطبع في نفوسهم الذوق العربي العجيب. نعم، أذكر منها أبيات إلى الآن أنا متأثر فيها، وإلى الآن أذكر تأثري وأنا طفل بها. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، عنوان القصيدة أنة طفل ضرير. يا أم ما شكل السماء وما الضياء وما القمر، بجمالها تتحدثون ولا أرى منها الأثر، عكازتي هي ناظري هل في جماد من بصر. يا أم ضميني إليك عسى يزهيلني الضجر، يا أم لا تبكي علي رعاك من خلق البشر. كنا نكلف بحفظ هذه الأبيات الرائعة وفي المساء نقرأها ونحن نطرب لها، روح من الأدب العربي تسكب في نفوسنا. لذلك تنظرون إلى ذلك الجيل الذي نشأته تلك المدارس، تجدون كلهم جيل أدباء أعلام على مستوى عالي من المعرفة والأدب والعلوم. سبب هذا الذي أقوله له، طيب أين هذا المستوى؟ انقضى وولى. طيب هنالك خطط نفذت بليل. نعم، ما الهدف منها؟ الواقع الهدف منها مو أنه يعني نحن ما نفهم اللغة العربية، الهدف منها أن نقطع عن كتاب الله سبحانه وتعالى.